واحدة بتقول ماذا أفعل مع نرفزة الأولاد في البيت والضرب فيهم؟ وقداسة قلت في عزة الأسبوع الماضي عن التدريب الروحي إن الواحد يحاول عدم النرفزة. هل النرفزة بتبطش قوي عند العيال؟ يعني انت لما تتنرفز عليهم مبطلوا شقاوة؟ خليك طويلة البال، طويلة البال، وعمليهم بمحبة وبلطف وبحنان يبطلوا نرفز. الواد لما يكون بيحب امه خالص مجرد كده لو كشرت يزعل، يقول انا زعلت ماما. لكن لما تكون امه بتضرب وبتتنرفز ولا يهمه، ولفي على المعاملة الطيبة. ولما تلاقيهم اتشاقوا السن دي بتاعت كده ما تتضايقيش، وقول لنفسك لما اضربهم هيزيدوا في التعب، خليها كده كويس.